وعلشان نتكلم اكتر بشكل فني عن المصارعه هيكون معانا عبر تطبيق زوم من الولايات المتحده الامريكيه الكابتن مصطفى النمر لاعب منتخب مصر للمصارعه. كابتن مصطفى اهلا بيك مره تانية على شاشه اون تايم سبورتس. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك كابتن مصطفى. يعني توقعاتك جت في محلها بصراحه، ان القرعه هي اللي هتحدد مصير ابطالنا، وبالفعل يعني جت القرعه يعني تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن مع الثلاث لاعبين الروس الابطال ابطال العالم طبعا عبد اللطيف منيع وهيثم فهمي وسمر حمزه. طبعا شايف المباراه دي ازاي؟ وشايف طبعا الثلاثي الروسي خسر مباشره بعد فوزهم على لاعبينا. هم الروس ما كانوش بالكفاءه العاليه ان هم يعدوا المراحل اللي بعد كده، هم عدوا المرحله بتاعت اللاعبين المصريين ادوا كل يعني كل اللي عندهم عملوه، ما كانش يقدروا يعملوا اكتر من كده. هي في حاجات بسيطه كانت فنيه ممكن تعدي، يعني سمر كان فنيا تعدي بنسبه كبيره، يعني اللاعبه خطفتها نفس الحركه مرتين، سمر افضل من اللاعبه الروسيه دي كانت تعدي اللاعبه الروسيه. مظبوط، يعني سمر كانت تعدي اللاعبه الروسيه. هيثم فهمي مع الروسي ما كانش خلص، كسب هيثم وبعد كده خسر المحطه اللي بعدها عشان هو ما كانش جاهز برده 100%، تقريبا كان اجهاد من التخسيس او حاجه. هيثم لو خسر الماتش 7-6، لو كان طلع بره الزون ما خسرش الاثنين بونت في اخر 15 ثانيه وخسر بونت واحد على الزون كان عدى الماتش، عشان هو عنده حركه باربعه بونت. يعني انا المفروض ارجع ببونت، يعني هو ممكن يكون الاجهاد برضه بتاع هيثم ما كانش مركز في اخر 15 ثانيه، بس هيثم كان سهل يخلص اللاعب ده، يعني سهل جدا ان هو كان مجمع حركه باربعه. فنيا لو هيثم عنده خبرات كبيره في المصارعه، لو رجع بره الزون ببونت يبقى الماتش 7-7، بس هيثم عنده 4 على بعض كان كسب الماتش. مظبوط. يعني شوف حاجه فنيه بسيطه كانت تغير سمر. اما عبد اللطيف هو الصراحه كان عنده افضل من كده، ان عبد اللطيف كسب اللاعب الروسي ده قبل كده في بطوله العالم، كنت انا معاه 2017 في فرنسا، يعني عبد اللطيف كان يكسب اللاعب ده، ما يخسرش من اللاعب الروسي. واديك شايف اللعبه بتاعتنا خسرت من الروس، والروس خسروا بعدهم على طول، واللعيبه اللي كسبت الروس خسرت، يعني دي في حد ذاتها ما كانتش نتيجه كويسه. هو دايما يعني في الدوره دي مفاجآت كتير بتحصل بصراحه كابتن، يعني شايف مفاجآت كتير بتحصل. وكنت بتكلم على ان الدوره دي هي دوره الشباب، معظم اللي محققين ميداليات دلوقتي في جميع الالعاب ما بين ال 18 سنه لل 22 وال 23 سنه وبيضربوا الكبار. يعني انت شايف وضع الشباب ازاي دلوقتي في الدوره دي؟ اتفق مع حضرتك، يعني اتفق كليا، هي الشباب عاملين مفاجآت كبيره جدا جدا جدا. يعني اللاعب الكوبي اللي وصل نهائي 60 كيلو ده صغير في السن وما لعبش اي حاجه غير بين امريكان البطوله اللي كانت اللي اتاهل منها الاولمبيات وقفل على نفسه، رجع السنه دي بمظهر تاني خالص، وصل نهائي الاولمبيات في مجموعه قويه وضرب الروسي وضرب كل اللعيبه وصل نهائي الكوبي. وادي عندك لوبيز مثلا، احنا بنتكلم على الاسطوره اهو دلوقتي، في اسطوره كبيره. انا كنت يعني لسه بتكلم عنه في المقدمه كابتن، اتكلمت عنه في المقدمه ان ده شخص يعني عايز يصنع تاريخ لنفسه ويصنع تاريخ لبلده، برغم انه حصل على 3 ميداليات ذهب. الراجل قال لك لا، قال لك انا هعمل كتاب تاريخ باسمي، وصل للنهائي فعلا وهو 37 سنه. فعلا معاك كابتن، بس انا يعني عايزين نناشد من خلال حضرتك برضو من قناه التلفزيون، مش عايزين نوصل طاقه سلبيه. لا طبعا كيشو، وعندنا ايناس النهارده، عندنا كيشو وعندنا ايناس وعندنا محمد مصطفى، لسه عندنا 3 تانيين ان شاء الله حد يعمل فيهم نتيجه كويسه ان شاء الله. وبالنسبه خلاص هو عمل اللي عليه. تمام، بالنسبه لايناس خورشيد النهارده كابتن، شايف مباراتها ازاي مع الالمانيه انا تشول، شايفها ازاي؟ اللاعبه اللي هتلعب مع ايناس ثالث عالم، مظبوط، واخده ميداليات كتير في الجائزه الكبرى السنه دي، وعامله في التوب رينك برضه نتائج كبيره. ايناس عندها خبره كبيره جدا، الماتش 50-50، يعني هي بطله عالم، وايناس راجعه من بطله بقى لها 3 سنين ولسه راجعه، بس ايناس كان عندها اصابه في ركبتها، الاصابه دي رجعتها فتره طويله. ان ايناس كانت بنسبه
80% تجيب او 90% تجيب في ريو دي جانيرو ميداليه برونزيه لمصر سهله جدا. بالتاكيد كان يعني في على الثالث والرابع صح؟ مظبوط مظبوط فعلا يعني كانت تجيب ميداليه اولمبيه مؤكده لمصر في ريو دي جانيرو. وبطلت مصارعه ثلاث سنين وراجعه دلوقتي، هي بقى لها مثلا راجعه المصارعه بقى لها ست شهور وتوصل للمرحله دي، فهي كويسه بخبراتها لو عدت الالمانيه هتعدي الماتش اللي بعده هيبقى بين اوكرانيا وبولندا. مظبوط. اللي يطلع منهم يلعب اللي يطلع من مصر إناث والمانيا. الالمانيه ان شاء الله إناث تكسب. لو إناث كسبت الماتش الاولاني اسهل لها الماتش الثاني، مش تبقى عارف دي تمام. يعني إناث المحطه الاولى اصعب من المحطه الثانيه. تمام. المحطه الاولى بتاعت إناث اصعب من المحطه الثانيه، لو كسبت الماتش الاولاني ان شاء الله تعدي الماتش الثاني بسهوله. طب يا كابتن حضرتك قلت ان الفايت بتاع إناث هيكون 50-50، ايه اللي بيفرق لاعب عن لاعب عشان يفوز؟ التركيز التركيز التركيز. يعني انا شايف لاعبي مصر كلها الثلاثه اللي لعبوا بيفقدوا تركيزهم في اخر الوقت. دي مشكله عندنا، يعني لازم اللعيبه تبقى مركزه في الست دقائق. هم ثلاث دقائق وراحه 30 ثانيه وثلاث دقائق، ابقى مركز الست دقائق. لازم اوصل للمرحله ان انا اوصل مركز كل ثانيه وجزء من الثانيه في الماتش. يعني إناث لو ما فقدتش تركيزها في الست دقايق هتكسب البنت. ان لعب طريقه لعب إناث راكبه على طريقه لعب الالمانيه. يعني عشان بقول لك 50 في 50 في تكافؤ، طريقه لعب إناث في المصارعه راكبه على اللاعبه الالمانيه. بمعنى ايه؟ اللاعبه الالمانيه ما بتهاجمش كتير على الرجلين. تمام. عندها سقطه واحده معينه، وإناث بتمسك الدراع من جنب اليمين. اللاعبه الالمانيه بتحط اليمين بتبدا من تحت الباص، فإناث لو عطلت الدراع ده هتوقف الماتش. حلو قوي. فهي قوه هجوم إناث هي قوه ضعف اللاعبه الثانيه، فدي حاجه كويسه. نتمنى طبعا يعني يكون إناث محتاجه تكتيك شويه للماتش، يعني محتاجه تكتيك شويه للماتش ومحتاجين خبره ان هي تخلص الماتش. محتاجين روح المقاتله يا كابتن قبل اي حاجه. مظبوط. بالظبط اتفق مع حضرتك. هي الروح اهم من اي حاجه تاني، اهم من جاهزيه، اهم من اي حاجه تاني. لازم الروح يبقى نازل المباراه. انا مش فارقه معايا حاجه، انا عاوز اكسب. هم ست دقايق هيخلوني بطل اولمبي. الله ينور يعني عليك. يا سلام. نفس الكلام اللي كنا بنتكلم فيه، ان مهما عملت ومهما عملت من بطولات في الدنيا كلها، التاريخ يذكر البطل الاولمبي اولا. مظبوط. بالظبط. طيب بالزبط. كابتن مصطفى، انا واحد كبير في السن لغايه دلوقتي بحارب، عاوز اجيب ميداليه اولمبيه، عاوز اجيب ميداليه في الاولمبيات. بالتأكيد. يعني شاركت اولمبيات بكين ولغايه دلوقتي عاوز، يعني محتاج ميداليه اولمبيه. دي حاجه كبيره جدا.